يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وسهرة رمضانية جديدة من خلال برنامج الأهلي في رمضان. النهاردة في الحقيقة السهرة هتكون مهمة جدا، لأن احنا بنتكلم في يعني ليلة مباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك. هذه المباراة الهامة للغاية في إطار بطولة الدوري الممتاز، وللنادي الأهلي بيسير فيها بشكل جيد، لكن تبقى مباريات القمة مباريات قوية جدا، فبالتالي الحديث عنها هيكون كتير ومهم وباستفاضة كمان على مدار حلقة النهاردة. خلوني أرحب بزميلي محمد سعيد اللي بيشاركني في حلقة النهاردة. محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، ليلة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع ضمن مباريات الدوري العام، سهرة رمضانية نتمنى يا رب بإذن الله تكون مباراة كبيرة تليق بقمة الكرة المصرية في شهر رمضان الكريم. طبعا للأسف المباراة بدون جمهور، لكن كل المتابعين والمهتمين بكرة القدم المصرية أو حتى العربية سيلتف حول الشاشات لمتابعة هذه المباراة الكبيرة بين الفريقين الكبيرين الزمالك والأهلي. بنبدأ باسم الزمالك لأنه طبعا يا أمير هي مباراة نادي الزمالك غدا إن شاء الله بإذن الله هذه المباراة بالتأكيد. بالتالي هي مباراة زي ما اتكلمنا مباراة مهمة جدا، وهي أول مباراة قمة بعد النهائي الشهير والأهم، نهائي القرن 27 نوفمبر وبطولة دوري أبطال أفريقيا، اللي قدر النادي الأهلي يفوز فيها على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 وتوج بالتسعة بطولة دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي الأنظار كلها هتتجه نحو مباراة الأهلي والزمالك غدا بإذن الله. أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أيا كانت إيه هي الظروف اللي بيمر بيها الفريق، سواء غيابات طبعا ضغط مباريات، يعني أمور احنا اعتدنا عليها في الدوري المصري، لكن في كل الأحوال الأهلي جاهز لأي مباراة. بالتالي يا محمد خلينا نتكلم على بعض الأخبار اللي بتتعلق بهذه المباراة، وبالتحديد نبتدي بالحكام. طيب، وده كان ملف شائك. اتفضل. قبل ما ندخل على الحكام الأول، طبعا النهارده السهرة فيها تفاصيل كتيرة وفيها موضوعات وكواليس مهمة جدا، لكن طبعا النهارده ضيفنا النهارده هيشرفنا الناقد المحلل الفني الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، هيكون ضيفنا النهارده في برنامج الأهلي في رمضان. هنتكلم معاه عن أمور مهمة جدا، هنتكلم عن السكاوتنج، الإحصائيات، التقارير المتعلقة بهذه المباراة، مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. لكن الأخبار في أخبار كثيرة وعديدة، ونبدا مع بعض يا امير ونبدا باول محمود خبر. البدنة حكم لمباراه الغد، مباراه الاهلي والزمالك، وده اللي اعلنه اتحاد الكره بشكل رسمي في ساعات يعني او قبل ساعات من دلوقتي. وكان في لغط كتير جدا وكلام كتير على حكم مباراه القمه، وشفنا القرار المفاجئ من اتحاد الكره ان الحكم هيكون مصري فجاه كده، وفي الحقيقه كان امر غريب شويه. احنا اعتدنا ان مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه مهمة وبيتابعها عدد كبير جدا من الجماهير، وعارفين جدا مدى حساسية هذه المواجهات، جمهورين كبار جدا سواء جمهور نادي الأهلي جمهور نادي الزمالك. فكنا متعودين دايما مباريات القمة بيديرها حكام أجانب، لكن فوجئنا باتحاد الكرة يا محمد من كام يوم قال لك إيه؟ قال لك المباراة بحكام مصريين. اتفاجئت برضه ولا لا؟ مش مفاجأة بالنسبة لي. ليه؟ لأن اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكرة يمكن على مدار سنوات طويلة أنا عارف شخصية المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، دائما وابدا كده بيبقى عنده قرارات معينه في توقيت معين بيبقى بيحب ياخدها في لحظات معينه. لكن لو بنتكلم عن طاقم التحكيم عندنا تفاصيل مهمه في اسماء الاطقم التحكيميه اللي تم اختيارها لمباراه بكره. يمكن يا امير انت كنت بتقول في الخبر محمود البنا هو حكم مباراه بكره، حكم الساحه، ومعاونه محمود ابو رجال واحمد توفيق طلب ومحمد معروف حكم رابع. بالمناسبه الاربع حكام طاقم دولي، طاقم تحكيم دولي في مباراة الغد، في تقنية الفيديو في محمد عادل حكم فيديو ومساعد فيديو أو إيه فار الكابتن محمود عاشور. طيب تعليقنا على اختيار طاقم التحكيم، كل الثقة بالتأكيد في الحكام المصريين في إدارة هذه المباراة بإذن الله إن شاء الله، وتكون مباراة نشوف فيها أداء تحكيمي مميز زي بنتمنى نشوف فيها أداء فني مميز بالتأكيد إن شاء الله لفريق النادي الأهلي أمام نادي الزمالك. لكن التفاصيل الصغيرة في المعايير اللي ممكن اتحاد الكورة أو لجنة الحكام تختار بيها حكام مباراة الغد، أنا بالنسبة لحكام المباراة لا غبار على الأسماء الرباعي اللي هيديروا مباراة بكرة. بالمناسبة محمود البنا هو المصنف رقم واحد بالنسبة للحكام المصريين يا أمير، فطبيعي أنه هيكون هو حكم مباراة بكرة، في ظل أن كمان في معيار آخر أن لجنة الحكام مش عايزة تجيب حكم مقرر في مباراة قمة سابقة يدير مباراة الغد، لكن في حكام تقنية الفيديو. هنا بقى في مليون علامة استفهام. ليه؟ أولاً
انت عندك في حكام الفيديو، في حكام معتمدين معاهم رخصه الفار كتحكيم في المباريات الدوليه. كمساعد ما عندكش غير محمود ابو الرجال، لكن طبعا انت استعنت بيه عشان يكون موجود في الملعب. في غرفه التقنيه انت هيكون عندك اتنين من حكام الساحه موجودين في غرفه الفار. طيب الطبيعي لما تكون عندك حكام في غرفه الفار الف ب لازم يكون حكام معتمدين ومعاهم رخصه الفار. محمود عاشور مرشح لاولمبياد طوكيو كحكم تقنيه فيديو، مباراه الغد انت خليته حكم مساعد مش حكم تقنيه الفيديو غدا، فخليت الكابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل في القائمه الدوليه تصنيفه رقم 7 في الحكام الساحه الدوليين، لكنه ليس من حكام الفار. طيب لو كنت عايز تجيب حكم فار وعنده خبره في هذه المباريات الكبيره اللي ممكن ادارها دوليا او افريقيا، كان عندك امكانيه انك تستعين باثنين، امين عمر او جهاد جريشه، لكن لم تستعين بامين عمر، لم تستعين بجهاد جريشه، ووضعت محمد عادل في هذا الظرف او في هذه المباراه كحكم تقنيه فيديو. بالاضافه يا امير ان محمود عاشور هو الحكم المرشح لاولمبياد طوكيو كحكم تقنيه فيديو، لان هو في تقنيه الفيديو في مصر مفيش غير اثنين من حكام الساحه المعتمدين في هذه الجزئيه، محمود عاشور وطارق مجدي. طارق مجدي كلنا عارفين الازمه اللي كانت موجوده في مباراه الاهلي وبيراميدز وفي خلاف على اكتر من لعبه، فمش هيكون في مباراه بكره. لكن لما تجيب محمد عادل وهو مش مرشح لاي بطوله دوليه كحكم فار وتحط محمود عاشور اللي مرشح، ايه فار هنا المعيار؟ هل معيار الكفاءه ولا معيار الاختيار؟ دي بس النقطه اللي فيها مليون علامه استفهام. بس انا محمد عايز اتكلم عن مبدا نفسه، يعني اللي هو ليه اصلا نجيب حكام مصريين للمباراه دي؟ انا مش بشكك في يعني كفاءه الحكام المصريين، حكام جيدين وكل حاجه وناس محترمه وزي الفل يعني زي ما بنقول، لكن احنا بنتكلم كمبدا نفسه في فتره صعبه زي دي في اطار الحساسيه اللي احنا ما بنتمنهاش دايما يعني ما بين الاهلي والزمالك، بتكلم على المستوى الجماهيري تحديدا، المستوى الاداري الامور متميزه، لكن ايه الاسباب اللي تخليني اجيب حكام مصريين؟ خصوصا يا محمد، واعتقد انت ممكن تتفق معايا في النقطه دي، ان احنا لازم ناهل حكامنا نفسيا قبل ما نديهم خطوه مهمه زي دي ان هم يديروا مباريات قمه، لان الضغوط بتبقى فيها كبيره جدا، الضغوط بتبقى فيها صعبه جدا، سواء من النادي ده او من النادي ده بكل صراحه. لكن بالتالي المفروض انا لما اجي اخد خطوه زي دي ابقى محضر لها بشكل مميز. يعني اقول مثلا يا جماعه انا خلال سنه او الموسم اللي جاي او اللي بعده انا هجيب حكام مصريين عشان نبتدي بقى ان هم يديروا مباريات القمه، لكن مش فجاه كده اطلع اقول لا انا هجيب حكام مصريين لمباراه الاهلي والزمالك في فتره صعبه زي دي. وجهه نظري واعتقد وجهه نظر الكثير من جمهور الفرقتين ان كان من الافضل ان احنا نستنى على خطوه زي دي. ده ما يمنعش اطلاقا ان احنا بنتمنى لطاقم التحكيم كل التوفيق في مباراه الغد، سواء مباراه الغد او المباراه اللي هتكون بعديها بحوالي 3 أسابيع في شهر 5 اللي هيكون برضو فيها حكام مصريين زي ما اعلن الاتحاد المصري لكره القدم. واحنا بنختم الجزئيه دي عايز افكركم نعمل فلاش باك على جزئيه مهمه متعلقه بحكام مباراه بكره، حكام الفار. يمكن اللجنه الثلاثيه اول ما تولت المسؤوليه في اداره الاتحاد المصري لكره القدم حتى اولمبياد طوكيو كان في البدايه لديها فكره ان تقنيه الفار فيها مشاكل وفيها ازمات وبالتالي من الممكن الغاء التقنيه، لكن لما تم الاستعانه بطاقم تحكيم مصر لاداره هذه المباراه كان المبرر للجنه الحكام واللجنه الثلاثيه احنا عندنا فار. طب انت عندك فار ولا ما عندكش فار؟ في ازمه في الفار ولا ما فيش ازمه في الفار؟ هل المبرر بالنسبه لك انت عايز تدي المباراه لطاقم تحكيم مصر ان انت عندك فار؟ ما انت في البدايه كنت معترض على تطبيق التقنيه وشايف ان فيها مشاكل وازمات كثيره. عموما احنا بنتكلم بموضوعيه في هذه الجزئيه عشان نقفل ملف التحكيم ونتمنى نشوف مباراه بكره كويس. حتى وفي وجود الفار ما احنا شوف الاهلي تضرر الموسم ده قد ايه، في مشاكل كتير، مشاكل كتير جدا ونقاط كتير جدا فقدناها بسبب تنافسي مباراه الاهلي ووادي دجله. عندك الاهلي وادي دجله الكره بتاعت بيكم، مباراه الاهلي والبنك الاهلي في استاد الماكس، جون ايمن اشرف، ده اتكرر 4 أهداف زيه في مباريات اوروبيه الفتره الاخيره، اخرها اخر ماتش كان في الشامبيونز ليج على ما اتذكر. فيعني حاجة غريبة جدا، ما احنا كده برضو انا مش بتكلم على الاهلي بس بالمناسبة، ناس كتير او اندية كتير جدا بتتضرر من الحكام المصريين حتى في ظل تواجد تقنية الفار. فانا مستغرب شوية اتحاد الكورة. في نقطة تمانية محمد عايز اتكلم معاك فيها وهي بتتعلق بان اللجنة الثلاثية دي موجودة لفترة محدودة، لكن في نفس الوقت بشوف ان هم بياخدوا قرارات صعبة جدا قبل انتخابات بعد اولمبياد طوكيو. هل من المنطقي ان في فترة محدودة ياخدوا قرارات غريبة شوية وصعبة
تتعلق بمفروض يكون مجلس منتخب جمعية عمومية تكون انتخابته، زي مثلا قرار حكام المصريين لمباراة القمة، وكمان فنجادة اللي جه مدير فني لاتحاد الكورة. طيب احنا معانا كريم سعيد هنتكلم في كل التفاصيل دي، يعني بس خليك فاكر الجزئية دي. كل اللجان اتحلت في اتحاد الكورة وعندنا مباراة كبيرة بكرة، لا قدر الله في مشاكل تحكيمية أو في أي مشاكل إدارية حصلت في المباراة، من الجهة المنوطة بمتابعة أي قرارات متعلقة بالزبط. بأزمة مباراة بكرة إذا حدثت أزمة لا قدر الله، لكن احنا بنتكلم عن جزء إداري.